مشاهداتنا الكرام الاعزاء زويلين اللي نحبوكم واللي نموتوا عليكم واللي نتوحشوكم، مرحبا بكم. رياض كان حاسبهم هادو بالكلمه، قال لي باش نقول لهم نحبوهم ولا نعزوهم ولا نخيرهم. احنا سبونتاني باسكو صح نحبوهم وحبنا حقيقي لهم. صح اكيد. مساء الخير عليك رياض، وكذلك الدوري نرحب بكم في هذا المباشر تاع رمضان في الدار اللي توالفتوا طيله هذا الشهر الفاضل. راح نرافقكم الى غايه نهايه الشهر، راح نتحدثوا على مواضيع، راح تربحوا معنا جوائز. خلاص راكم حفظتوا فقرات البرنامج وحفظتوا اي شيء يعني داخل في هذه السويعه اللي راح نقضوها. احنا معكم رياض، كل حلقه عندنا موضوع، عندنا هدايا بيان سور يكونوا حاضرين ليهم، عليهم غير يتصلوا اجروا حط لهم النيميرو باسكو ديما ريكلامي وعن النيميرو تاع التليفون اللي ما تعاودوش بزاف 023 792 94. اتصلوا بنا من انا ديروا عليا الدوم قبل ما يدخل المباشر. اكزاكتومون على الرقم 023 70 92. هو 92 94. 92 94. يلا مشاهدينا، حلقتنا اليوم خصصنا وقررنا باش نتكلموا فيها على موضوع مهم جدا. هو يعني على بالنا باللي شهر رمضان هو شهر القيم فيه تكثر ونستفادوا منه، حابين نعرفوا واش نستفادوا من رمضان. بالك برك تطلع لي سؤال ليا زعما هاي انت واش استفدت؟ خليني انا نسقسيك واش انا في رمضان هذا استفدت انه اكتشفت انه صح وليت نصبر صراحه، باسكو كان لي نصبر عليهم العام هذا وليت نصبر وانسوا مليح صار دي سكور طلع من هذا الجسد. صح انا رمضان هذا علمني صح الصبر، سنا واش بين قوسين علمني نمتص الطاقه هذيك السلبيه وندورها الى طاقه ايجابيه، لانه والله حاجه ما تستاهل فيها الدنيا. حاجه هاك ولا ذره هاك تستاهل فيها الدنيا. احنا مازال حابين نسمعوا ارائكم، حابين نعرفوا واش تعلمتوا خلال هذا الشهر تاع رمضان، ونستقبلوا اول مكالمه معنا لنا اليوم. الو مساء الخير، هذه جبتها كما تسحب الراديو. الو مساء الخير. وعليكم السلام. رمضان كريم، كيفكم لاباس؟ رمضان اكرم. شكون معنا ومن وين؟ محمد الحبيبه غليزه. اي ناس غليزان كالعاده بيان سور، والفناكم انتم الاولين. كيفكم لاباس؟ والله الحمد لله. الاخ الكريم انا نتكلموا على القيم اللي ندوها وناخذوها خلال شهر رمضان، احكي لنا انت واش استفدت من خلال هذا الشهر تاع رمضان؟ والله الحمد لله رمضان، والله كي نكونوا غافلين شويه تيجي رمضان نتفكروا شويه نكونوا غافلين. بيجي رمضان الحمد لله. هاك تحكي دينيا الجانب الديني. الجانب الديني. نعم؟ هاك تحكي على الجانب الديني. والجانب الشخصي. الجانب الديني نعم. والجانب الشخصي ديالك يعني أنت كشخص واش الحاجة بالك اللي داركتها في رمضان؟ بالك الحاجة اللي يعني استفدتها ولا تستفدها في كل رمضان؟ أنه تعول عليها تقول كل ما يجي رمضان لازم نديرها. إن الجانب الصحي شوية الحمد لله. الجانب الصحي استفدت حاجة مليحة، والصبر والمعاملة مع الناس الحمد لله. مليحة. خبيه. الحمد لله. شوف الاخ الكريم بقى معنا حتى اخر الحلقة، ان شاء الله اسمك يطلع من بين الفايزين بإحدى الهدايا تاعنا. صح. شكرا لك صح فطورك، وشكرا لك على الاتصال. فقط نعاود نذكروا الناس دائما انه جوائز اللي راهي حاضره باش تكون من نصيب ثلاث متصلين في هذا المباشر، وكل مباشر هي باك تاع دباست المستحضرات هذو للعنايه بالجسم والبشره وكل شيء. عام لي بارفان، كوكتيل تاع لي بارفان دونتيفريز، ما على باليش انا بزاف صوالح. هذه هي الخضره تاع بكري هذيك، نموت على الريحه ديالها. كولونيا. اوت كولون. يلا ونزيدوا ثاني عندهم كاين الفائز الثاني من عند بيلا ميزون، الاواني ولا المحلات ديالهم كاين في دار ابراهيم على ما اظن، وكاين واحد في باب حسن ولا في باب الزوار، عندهم اواني رائعه. راح يكون من نصيبكم اشياء لوازم البيت، وكذلك شيك دوريون بيان سور، تصميم من تصاميم حنان. نوجه لها تحيه بيان سور، ان شاء الله تكون تشوفينا. طبعا نعاود نذكروا الناس اللي انضمت لنا الان على القناه، رانا نتكلموا على القيم اللي نستفادوا منها ولا اللي ندوها، خلينا نقولوا القيم اللي ندوها من خلال شهر رمضان. ياسمين نظن انه اكبر قيمه ديتها انك تعلمتي طيبه شويه. بعد الشهر هذا يا اقسم بالله غير مغرب ما حركتها. على المباشر امام العالم. عادي عادي مليح يكون واحد متصالح مع نفسه. انا رمضان هذا مغرب ما رفتهاش،
شتو اللي تحرك القدر هكذا؟ ما عرفتهاش. باسكو الوقت اللي نخرجوا فيه حنايا من المباشر على الربعه هذاك هو لو طون اللي تبريباري راك تخرج ربعه ونص نطيحوا سوا سوا مع السيركيلاسيون تاع لي زور دو بوانت دونك ما نجي نلحق للدار خلاص واش طيب يكون الدار خلاص افونساو يعني في الطب احنا مازلنا سافاري يعني شبعت لك غرورك حاب نعرف المشاهدين وشنو هما القيم اللي داهم في الشهر هذا كاين بزاف ناس ياسمين اللي يكون بالك متعود على التدخين يحبسوا خلال شهر رمضان كاين يعني قيم ماشي غير دينيه باش نتفاهموا كاين دينيه كاين في العادات كاين في واش كاين ثاني لي زابيتود يعني يعني حاجه اللي عادات سيئه اللي كان بالك ربما يديرها في طيله السنه يولي شهر رمضان ينقصها ولا ما يديرهاش ولا يحاول انه تكون بدايه ليه يعني بدايه يعني انه ينقص هذه الحاجات في النهار باعتبار انه باش يحافظ الانسان على صيامه ولا يكون صيامه مقبول ما عليه غير يكون صافت مع نفسه مع الناس وحاجات كثيره يعني كل انسان راح يتصل بنا راح يحاول انه يشاركنا هاد الاخر واش بك ريا هكا غير تخزر الدين انا نسمع الحبه هكا تكون تفسر كتجبني كي تكون تفسر وتحكي عن زعما ماشي مال يمكن قاعد معاك نهضروا هذا المستوى الراقي حنا في الديسكوسيون صح ولا غير حنا انا وياه ولا غير على فكره انه ميم ديسكوسيون تاعنا في البريفي ديسكوسيون راقيه الحمد لله ناقشوا مواضيع ناقشوا مواضيع جد حساسه مواضيع تستاهل النقاش نطرحوها منهجيه مقدمه ونوصلوا لازم كونكلوزيون عاريا كي وصلنا لا كونكلوزيون نروحوا حنا مكالمه هاتفيه ما عندهاش علاقه بالربط سيد نربط ما نسكش نربط الو مساء الخير الو 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 انقطعت المكالمة حاولوا تتصلوا باش ما تقولوا الناس ذكرهم بالارقام انه رقم الهاتف هو 023 رياض 70 92 94 قلنا لكم كاين ناس بزاف تبدا تحاول غير يبدا المباشر الضغط والله الكومبينين نرفدوا قبل المباشر نلقاو الاتصالات لانه برنامج الو شاف قبلنا كاين ناس اللي تراطين برنامج بالك تجي في برنامجنا ولا كاين ناس اللي تعيط كاريمون البرنامج رمضان في الدار رياض نزيدوا انا نسناو في اتصالاتكم يا مشاهدينا الكرام لا حبيتو ما خاطرش ما تعيطوناش نبقاو حنا نهضروا هكا مشاهدينا اتصالاتكم تهمنا خصوصا في موضوعنا النهار اليوم لانه موضوع مهم حابين كما يقول لك في كل حاجه ندوا مغزى شباب ندوا هكا مستخلصات حلوه وعندنا مكالمه هاتفيه مساء الخير الو 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 الله يسرك الو الو اليوم حاله ما يعيطونا غير رجال نشارو مع الكاطو الو مساء الخير مساء الخير واش راكم لاباس لاباس الحمد لله رمضان كريم يا ريم سلم عليكم وعايشكم شكون معنا ومن وين؟ مصطيف شكون اسمك بصح واسمك؟ عمار عمار مصطيف واش راه من الصيف خويا؟ والله انا لاباس بخير وانتم واش راكم لاباس؟ والله فرحانين باسكو قليل وين يعيطونا الناس حاله بدا لا لا ايه ما مصطيف وما رجال يعني متصل الاول والثاني كاع رجال نسى قلت لك ملاهيين بالكاطو عيط لنا من قبل عمار ولا لا بروميير فوا؟ سي لا بروميير فوا شتي كيف لا بروميير فوا عمار انا نتكلموا اليوم لا 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 راح الاتصال راح المكالمه الهاتفيه راني حاب نقصر مع عمار انا دوك عم عاودوا عيطوا لنا لعمار حاب نعيط لعمار عيطوا له لعمار ديري له بليز بانت لك تقصر مع الطايفي لا غير بدات انا راح نسقسيه الطايف واش ديروا كيفاش توجدوا معليش نزارك اليوم رياض انا اللي مانيش نسمع دوك معليش معليش يا سيدي المشاهدين يلا معليش اذا كان فقره نحطوا اول فقره للبرنامج ولا نزيدوا نحكي جوستومون ياسمين الفقره تاعنا الاولى الضيفه الكريمه اللي حتوصل هي حاصله في سيركيلاسيون حاصله في سيركيلاسيون خلينا نناقشوا انا وياك واش يعطل زعلان حتى خلاص علينا بالخايب دوك احنا نتناقشوا ما نولوا نحوسوا لا بتيت بات لبعضنا بعد انا ضاربنا كيما ضاربنا ضاربنا مع ياك هاي يا رياض واش نديروا معليش نكملوا نحكوا في القيم تاع رمضان ف
باسكو ما كانش احلام القيم اللي نستخلصوها واللي نستفادوا منها. مشاهدينا كما قلنا رانا نستناو في اتصالاتكم عبر الرقم الهاتف اللي راه ظاهر اسفل الشاشه. حابينكم اليوم باش تتكلموا لنا على واش استفدتوا من رمضان هذا. كاين في كل رمضان نستفادوا حاجه، كل رمضان يجينا كما يقول لك يخلي بصمه خاصه ايجابيه. مكتشفت انت تاني موهبه عندك. وشنو هي؟ موهبه الصبيغه. وي وي في رمضان هذا، ماشي في رمضان هذا، نحب نصبغ انا دارنا دائما انا اللي نصبغ. لا لا على فكره انا ماشي انت اللي صبغت. انا اللي صبغت الخضار. انت ثاني الخضار. دائما انا نصبغ الخضار دونك باسكو نحب. انا كي كنت صغير كنت نحب نرسم. ومن بعد قلت لهم نشارككم مع الناس اللي راهي في الـ في الـ في لي ريزو سوسيو عندك في انستغرام وكذا، قلت لهم حنبارطاجي لكم. صح بدل الديكور كاريمون جي ترو ايمي. بون شفت هي شويه برك معليش قعدوا اوفياء في الانستغرام. في الانستغرام بعد قليل تشوفوا. خلونا في القيم. خلونا في القيم. القيم صح. ابار رياض قلتي انه راح لي وليت صابور بزاف، ابار سا واش تشوف حاجه جديده بالك لي؟ شو الحاجه الجديده؟ هي بصراحه كنت نتشهى بزاف الماكله ياسمين. الايامات هذوما العام هذا والعام اللي قبله وليت مشغول عادي، شغل واش طيبت طيبت واش ما طيبوش ما طيبوش. ما وليتش كيما كنت هذيك تاع لا لا لازم هذا ولازم هذا وكم يكونش هذا ميك. ما وليتش اكزيجون في الماكله باسكو صح كيما يقول لك كان رمضان فرصه باش 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 نبعدوا على الشهوات هذه اللي بلا فايده. بلا فايده. معناها ما نسنا يعني حنا توالفنا شويه السنوات اللي فاتوا رمضان كان يجي في الصيف دونك كانت شويه لي فخوي وكذا منا الناس ما تتشهى بزاف تو سكي غاتو اي فخوي. باغ كونتخ العام هذا جا في واحد الوقت الزمني يعني نشوف في لي ريزو سوسيو قال لك شهر رمضان هذا شفنا فيه الشوفاج كليماتيزر الفاكهه ومن بعد اصبر وشنو حاجه ثقيله تاع الشتاء الشتاء شغل شغل ميكس اونتخ الفصول اونتخ الصيف والشتاء. الناس العام هذا شويه تلخرت نفسيتها مع الكليما اي تو سا قالت لك جا بيزار العام هذا تاع رمضان. اكزاكتومون بصح هو شوف مؤخرا ولينا نشوفوا انه رمضان هو كشهر يجي بالخف بصح النهار نحسوا له ما باليش على سورتو النهار اللي يخدم هذا كيفاش يجيبني يسفير خلاص ما قدرتش. وقيل عندنا ابو كلام. وقيل. واسمها؟ وافق على بالك واش راني حاس قبل شتي هذيك تكوني في وسط الصحراء وتمشي ومن بعد يدوز عليك هكا طوموبيل كذا. الو مساء الخير وافا مرحبا بك. وافا. الو 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 وافا صحة رمضانك. الله يسلمك صحة رمضانكم انتوما. مبروك عليك يا وافا. فجأة. الله يسلمك. الله يخليك. وافا من وينك تعيطي لنا؟ من المسيلة. من المسيلة الله يبارك. اش شفتوخه؟ الله يسلمك. مازال البرد شويه ولا كاين سخانه في المسيلة؟ فجاه نحن نحاول مليح الجو مليح. وفاء احكي لي في رمضان انتم طيبوا ولا شخشوخه ولا الماكولات التقليديه باغ اكزومبل الزفيطي في رمضان؟ من ذاك نديروا هكذا شخشوخه بالاخص شخشوخه شهيد الزفيطي. هذا من تنحات لي العاده اللي وفاء قولي لي بديتوا الحلوة تاع العيد؟ مازال شوية. مازال شوية، شحال رانا صايمين دوكا؟ 20 باسكو تفسد دوكا 23 اليوم 23 جور انا صايم 23 اي اليوم 23 تراكي واللياب ماشي بزاف صحاب المقروط وكاع المقروط قد ما يقعد قد ما يولي مليح صح كي تعسل دو فوا كدا منا يزيد يطرى اكثر. ها ايمان صح قالت لك صح. الاخت كريمه اليوم رانا نتكلموا على القيم اللي دائما ناخذوها بعد صيام شهر رمضان. واش استفدتي واش زاد فيك وشنو الحاجه اللي ما كنتيش ديريها وليتي ديريها وشنو الحاجه اللي كانت مديرونجياتك ونقصت في رمضان هذا؟ هي هو في رمضان نتعلموا النظام ولي عندنا نظام في كل الحوايج. تخي بيان نتعلموا نتنظموا في اوقاتنا كنا نتنظموا في هكذا في معظم الحوايج نتنظموا فيها. تخي بيان صح. المراه عندها نهار تنوض وش من الساعه وقتاش تبدا تحط المرميطه تاعها تاع الشربان كلش من سته تنظمي في كل الحوايج ما في الطياب في واللي كاين نظام في شهر رمضان الكل. بصح هما شوفي النساء جينيرالمون قد ما يكونوا منظمين وقتهم قد ما يقول لك ما يكفينيش الوقت في رمضان. انت معاهم ولا لا؟ لا
تعودي منظم الوقت يعني ياك تعودي منظمه وقتك هذا يكفيك هم بقى تعودي منظمه وقتك من الصلاه من الطياب من القضيه الشغل يكفيك. يلا شكرا واحنا نقول لك بقاي معنا حتى اخر الحلقه ان شاء الله اسمك يكون من بين الفايزين حلقه اليوم. شكرا ان شاء الله. ياسمين انا قد ما والفت رمضان في الدار والفت هذه المخده صغيره منا ما نباليش على وانا قد ما تجينيني هذيك المخده هايلة والله غير هايلة ما نباليش علاش تجينيني هذه حوالنا احنا ولكن نروح نشوفوا حوال المارشي مشاهدينا بعد فاصل الان ونعاودوا نرجعوا بقوا معنا. مشاهدينا وصحة صيامكم، مرحبا بكم في عدد جديد من فقرة أحوال المرشي. اليوم في أحوال المرشي نزلنا إلى أحد الأسواق الجزائرية باش نعرفوا الأسعار أو أسعار الخضر وين راهي لاحقة لثالث أسبوع من شهر رمضان. يلا تبعوني وما تزافيوش. الخير حاجة مساء النور الله يسلمك عيشك. أنا الحاجة أنا في الثلاثوازيام سيمان تاع شهر رمضان، كيفاش راكي تشوفي في الأسعار تاع الخضرة؟ كل نهار ونهارو ماشي كل يوم كيف كيف، كاين نهار ما شاء الله رخيص وكاين نهار غاليين. صح اليوم كيفاش راه؟ اليوم غالية شوية. مثلا واش جاك غالي عطيني احكي لي. كيما الطوماطيش غالية شفتها، البصل صافا الحمد لله كان عفايس بلا. شحال راهي الطوماطيش بالصلصة؟ راهي 10 وقيلة برا شفتها أنايا. بارابور الأسبوع الأول راهي كانت 18 غالية شوية غالية شوية غالية شوية، مي دوكا الحمد لله شوية كل نهار ونهار وكل نهار يهبط، مرة كاين مليح مرة ما كانش ماشي مليح. بارابور الأسبوع الأول والثاني كيفاش راك تشوف لي فري؟ جينيرال يعني جينيرال تسمى الفريات الدوزيام سيمان تاع رمضان حبطوا شويه بارابور عندك واش اللي غاليه طوماطيش شحال يدير؟ الطوماطيش يدير 13 14 ديبون، حاجه مليحه حاجه اللي رخيصه 8000 10000 حاجه مليحه صافي دير كوا زعما اللي حاجه مليحه تسمى يابسه ماشي طايبه هذيك تاع الشوربه ولا تاع منين تجي الطوماطيش اللي تجي مليحه؟ تاع العاصمه لهنا تاع بسكره تجي تسمى تجي حمراء بزاف طايبه تاع الاخر تاع شربه صح. ابار الطماطم مش الحاجه اللي غاليه شويه؟ البطاطا ثاني غاليه، البطاطا طلعت كانت دير 10000 دوكا يحط حتى يدير 7500 7000 الاسبوع الاول سمعت باللي كانت 10000 اسكو الناس كانوا نورمال زعما كنتي تشريها نورمال كمواطن؟ الزوالي ما يقدرش يشريها اختي، ما يقدرش يشريها الزوالي كاع الناس كي يشري يكون عنده دراري 4 كيلو ولا على حسب القدره الشرائيه تاعو. السلاده شحال يدير؟ السلاده يدير 18 15 اونتي 18 15 18 شريها نورمال انت كمواطن؟ انا ما نشريهاش اختي السلاده، ماشي تسمى ماشي حاجه تسمى نسيسال اللي نشريها، ما نشريهاش 18 ما نشريهاش، ما نكذبش على اختي. بون رانا في الاسبوع الثالث تاع شهر رمضان، كيفاش راهي الاسعار تاع الخضر؟ شويه طالعه السوق شويه طالعه يعني مش بزاف بزاف، اللي طالع شويه طوماطيش وبطاطا اللي طالع. شحال راهي البطاطا؟ البطاطا دير 6.5 سيكونت سيرك في السوق. راكم تبيعوا فين؟ احنا نبيعوا 7.5 7000 طوماطيش 11000 10.5 في السوق. رانا في الاسبوع تاع شهر رمضان، واش راكي تشوفي الاسعار تاع الخضره بارابور الاسابيع الاولى؟ بارابور الاسابيع الاولى دوكا نقصت ماشي كيما كانت مع الاول، كانت صح طالعه الفلافون ماشي غير طالعه دوكا لا لا دوكا شويه يقدر يعني يقلي لي في شويه ماشي كيما كنا مع الاول. صح قولي البطاطا شحال كانت 10000 هي نورمال 10000 7000 ايه دوك لا لا نورمال اسكو كنتو تشري نورمال؟ لا لا ما انا وحده ما كنتش نشري، كي كانت 10000 7000 ما كنتش نشري دوكا لا لا دوكا راني نشري. صافا تسمى دوكا كي تروحي عند الخضار وتكوموندي صافا مساعدتكم؟ مساعدتي. صح انت اسكو من النوع اللي يسوم قبل ما يشري ولا تشري ديريكت؟ انا شي شجاع تنسقسي حسن بيان سور تمشي على حساب جيبك ولا تروحي برك تشري. صح دوكا واش راح تشري الحاجه؟ راح نشري السبك خضره لاباس، خضره ماشي غاليه بزاف، خضره يعني لاباس المواطن يقدر يشريها. بارابور الاسبوع الثاني والاول راهي تحت نورمال نورمال كيما دخل رمضان قاعده هي ما طلعتش يعني بزاف يعني طلعت شويه نورمال. وش يقول ان شاء الله نفوتوا رمضان بالصحه والعافيه ان شاء الله، وان شاء الله البريات يزيدوا يحبطوا اكثر من هذا الشيء ان شاء الله، بيسك الزوالي الله غالب يا حليل.
الزوالية حليل في هذا الوقت هذا ما يقدرش ما يقدرش ما يقدرش إن شاء الله. صحيت ربي عين. الله يسلم أختي وصحة رمضانكم والعقوبة العام الجاي إن شاء الله وصحة عيدكم إن شاء الله. عدنا إلى مباشر البلاطو بعد هذه الجولة الصغيرة في الأسواق الجزائرية. وين كانت سعيدة حفايضية هكذا ياك ليكيب ما غلطش في اسمها سعيدة حفايضية وين راحت الأسواق الجزائرية شافت يعني الناس كيفاش راهم يقضيوا الأسبوع الثالث في رمضان كل واحد وش كان رأيه في الموضوع. ولكن حنايا بلاطونا في الدار حنا الدار كل خطا يجونا ضيق حنا ما نقدروش ما نقعدوا وحدنا حنا يعني هكا يا طبعا راهي حاضرة معنا اليوم فاطمة بالحميسي بصح دقيقة ماشي هي اللي كانت دايرة الروطة على فكرة كنا نحكوا على الضيفة اللي قبل قبلها هي عندك ماشي فاطمة مرحبا بك صحيت صحة رمضان صحة رمضان الجمهور تاعنا وشكرا لطاقم الشروق ويعطيكم الصحة. أنا حاس باللي المشاهدين ما آمنوش باللي ماشي هي اللي جات والله غير ماشي هي والله هي ماشي أنا يا جيت وطبطبت وقعدت واجدة واش راكي مع رمضان فاطمة؟ الحمد لله وانتوما صافا كنت يروحك السنة رمضان هذا العام نحس تسمى كل رمضان يطيح لي تورناج كما العام اللي فات طاح لي وهذه خطرة حسيت بزاف ديجا نقصت في الميزان راني حلفت قلت لهم في رمضان ما نزيدش نخدم تورني في الليل ولا في النهار؟ في الليل نكمل فطر الصباح لا في الليل بلوز او موان دومي مال بصح تتعب مع مور الفطور شويه تتعب شويه تتعب احنا رانا ناكلوا نعياو تخيل انك تفكر في شخصيه صح اكزاكتومون حاجه انه هذه يعني الكل فايت عليها كل القنوات بالك انه الاعمال ولا الرمضانيه توجور عندها الغطار لانه الفتره اللي رانا عايشينها تاع كورونا وكذا كاين اللي بالك تراخيص ما كاش كاين اللي كذا بداو لي تورناج ديالهم شويه غوطه هي كل عام انا نشوف فيها هذه كل عام عندنا مشكل في البروغرام هذا دائما تبقى ثلاث اشهر رمضان ولا حتى في رمضان يبداو التصوير كما راهي الحاله تاعنا احنا نورمالمون نكونوا كما الدول العربيه باش نمثلوا العام كامل نمثلوا ماذا بينا الاعمال تاعنا ما تكونش كما غير في رمضان على بها ولا رجعنا نقولوا الفنان راه كما قلب اللوز احنا ماذا بينا الاعمال تاع الفنان تكون على طول السنه. انت كما قلتي لي في الكواليس قلتي انه ما راهوش ديفيوز السيت كوم اللي راكم ديروا فيه دونك صعيبه شويه انكم ما راكمش ديفيوزي وراكم تمثلوا ما قدروش يخلوا اداره الانتاج ولا زعما حتى كي خلاص رمضان يخدموا ياك على حسب ما تفهمنا كان العمل نورمالمون يبث في التلفزيون العمومي هذا سلسله كوميديه اللي رانا فيها سلسله بلو سكاي مع المخرج التونسي مهدي عبيد اللي نوجه له التحيه راه تعب معنا لكن ممكن هبلتوه ولا هبلكم؟ لا تعبنا مع رمضان برك تعبنا هي ممكن على حسب كاين ديجا اعمال مازال ما بثت في التلفزيون العمومي ممكن اكتضاد البرمجه تسمى في لعده اعمال على حسب ما شفنا هذا العام كان رغم التعب ورغم كانت ورغم الكورونا كانت صح قفزه نوعيه لعده قنوات كانت فيها عده اعمال بصح جاب لي ربي فاطمه ملي غناو عليها 2020 ننسى روحي طيب هذوك نعاودوا نقولوا هذا الموضوع لكن راح نحضر الاتصال حمبوك خليني نخرج سالمة وعافية الو الو مساء الخير رمضان كريم الو انتي ياسمين وش راكي؟ الحمد لله شكون معنا ومن وين؟ انا ما قلتش وش راكي قالت لي بنتي ما قتلكش وليدي انا ان شاء الله تعيط لي كشف التصوير لا نحبكم في زوج ربي يخليك واش راكي نموت عليكم والله غير نموت عليكم وهاني مشاهده وفيه لبرامج الشروق كامل ربي يخليك شكون معنا ومن وين؟ ام عبد الرؤوف من بوسعاده هذا اللي بنت القبه صح تابي في بوسعاده الله يبارك الله يبارك وطيبي لهم الشربه تاع الجي ولا تاع بوسعاده؟ تفضل يحبوا
ويحبوا ذلك هذاك الصيفه ديالهم صح نديروا في السطار ماشي في رمضان. اها صح. روحي كملي معهم بعد نكملوا. لا بس لا 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 باسكو كنت مقبل نقول لهم باللي انا ما وليتش نتشاها افهم وهذيك لوبسيون قيمه من القيم. راحت داتك بالاخرى اللي قالت لك درت وشنو يا ربي عفسه مقبله هذيك المتصله اللي درنا لها لقاء ماشي نسيت ماشي اكثر. معليش سيدتي الكريمه قولي لي الحلوه تاع العيد بديتيها ولا مازال؟ مازال مازال غدوه ان شاء الله وباش نبداو. واش راكي مع ولاد ديري؟ ان شاء الله تشارك في المقروط. تشارك رقم واحد انا معاك رقم واحد المقروط وبعد لي صابلي. لي صابلي يعني؟ لي صابلي لي قاطي بقلاوه. انت يا من نوع مدام اللي تكثري من لي غاتو ولا تحبي زوج نوع وديري كونتيتي؟ لا لا كيما تسمى كيما الزوج تاعي يحب لي غاتو تاعك يحب حلوى الطابع. صح بصح بيناتنا عندك الموهبه هذيك تاع كل الجزائريات تاع يخبوه فوق الخزانه ولا تحت الخزانه ولا تحطيها هكا عادي؟ هذيك هذي فوق بالطرشونه والاخر وتموتي وما تلقايهش هذاك الغاتو. تبغي صح؟ شكرا لك سيدتي على الاتصال وش قاعدي حتى الاخر نحبكم بزاف بزاف دكتور رياضه ويشبه لوليدي ربي يخليك كاين بزاف الصوبي تاعك نتايا وعاقل كيما هكا زعما وليدك الله غير هكذايا ويشبه لك وبغا وبا ولا با كيما نتايا يشبه لك ربي يخليك شكرا لك الوقت الكريم وصحة فطورك بقاي معنا ان شاء الله اسمك يكون بيك ان شاء الله كنا بخير حفظكم وصحة عيدكم الله يخليك صحة عيدك ولكل العائلة ديالك سنة سعيدة وكما قالت لك شو ولدي ما تبعدش دا قالت لي قالت لي انا بنتي وقالت لي انت كملي الاغنية سنة سعيدة لا لا حسب شوف ما نوصلش للدار 2020 فاطمه من 2020 كي نورمال يا اخي والله ماني نورمال نقسم الدرجه نقسمكم بالله وراني في شهر رمضان والله غير صح مانيش نورمال والله حشيش موشينو ديالنا لا لا صح صح لهذاك الانسان يا ربي اعوذ بالله اعوذ بالله نقرا المعوذتين انا غير يبعث لي ميساج نبدا نقرا في المعوذتين مازال يبعث لك في ميساج مازال يبعث انا ما بلوكيت نوجه له تحيه يا ولد بلوكي وراني خايفه يدير لي ديديكاس انا والله غير شو انا العام اللي فات انا بعث لي هذيك تاع رياض بن عمر سنه سعيده موراها الحشيش ما زادش ناضي بس على فيها وبعثوها لي كاع قالوا لي شوف شوف انا قلت خلاص سي بون انا صح صح والما يذكر اسمي نلقى المشاكل من نهار اللي عرفته اصلا فات عليا عامك حل هذاك وزيد ثاني مازال راه يبعث تما حتى يختفي هذا يونس بالك بالك نولوا نورمال ديجا رانا في الكورونا رحنا نختفيو شويه رجع لنا اشهار نروحوا فاصل اعلاني وراجعين لكم شيك دوريون للأناقة عنوان عودة لكم بعد هذا الفصل الإشهاري قولي لي فاطمة أنت موضوعنا النهار اليوم يحكي على يعني العادات المليحة لكل يعني مسلم في شهر رمضان يتعلمها ولا يحاول أنه انطلاقته راح تكون من شهر رمضان قولي لي أنت يا من الناس اللي انتي من الناس اللي يعني عندك حاجة إيجابية تديريها في رمضان ولا لا يا حبيبتي كملي مش من عادة فهمتيني السؤال بيان سير فهمتي تخافي قولي لي واش من الحاجات الايجابيه تسمى الانطلاقه تاعك تكون من شهر رمضان ما فهمتش زعما لا اله الا الله محمد راه يخلي طرح سؤال كوم والله كل واحد قولي لي كوم سؤال عاد
غالبا رمضان خليها مسكينة والله كل واحد وش يتعلم كل عام ماشي لازم في رمضان هذه كشة وكذي شر لك لا عفوا والله لا لا عفوا هي تعرف كل واحد كيفاش يتعلم ماشي لازم في شهر رمضان زعما نتعلموا حاجات إيجابية بالعكس لازم نعودوا روحنا على طينة السنة بحاجات إيجابية نمشيوا عليها ماشي لازم زعما في شهر رمضان نتعلم هذاك الشيء نظن قبل شويه كنت قلتي انه نتعبوا في رمضان في التصوير باش ندخلوا في الشخصيه هذا ديتاي تري امبورطون رانا في وقت وين الناس ما بالو الشخصيه ما يعرفهاش ما بالوش ما فوا شو يمثل او دخل ذاك المسلسل تقولي شكون هذو الناس قبل باش نقول لك لا خلينا ما نجيبو ما نديروش اسامي انا ماشي اسامي ماشي اسامي كاين كاين بزاف ناس اللي ما بالوش هو الشخصيه ما يعرفهاش ما دارسها ما دار لها تحليل ما اناليزيها ما يعرف لي ديتاي تاعها تعطيه له على تريقوك السيناريو هاك جايز هاي جوز مرحبا هاك سيناريو هاك سيناريو حبيبي وش تقولي على هذا والله انا ماذا بيا صراحة يطيح لي دور كبير باش نهتم بالشخصية صح ونعطيها حقها لأنه أبناء الميدان أبناء صح المسرح وأبناء اللي حبوا صح الفن نظن حتى الكلمة يعطوها حقها ورانا شفناهم هذا العام أبناء المسرح صحرا كانت عندهم أدوار كبيرة في الأعمال وخير مثال بنت البلاد دوارة براح اللي كانت معروفة جدا في المسرح وشرفني أني كنت اشتغلت معها في المسرح ظهرت بقوة ونظن راح تكون هذه فرصتها راح تكون ظهورها ما يطفاش ان شاء الله لانه صح اعطت الشخصيه حقها حتى الكلمه حقها لكل شيء اعطته حقه في هذاك المسلسل صح وانت فاطمه في دورك وشخصيتك بانت بزاف عندما شاركتي في عاشور العاشر في دور بن عفريت اكزاكتومون وين كان وظفك في المكان المناسب المخرج جعفر قاسم وحتى جعفر قاسم مخرج ذكي ثاني يعرف كيفاش يمشي الممثل وكان لي شرف اني اشتغلت معاه ويكون لي شرف كبير ثاني نعاود نشتغل معاه لانه من المخرجين الصح اللي نحترمهم ومخرج جيد جدا يعني صح انا نخمم في الشخصيه لكن هو ثاني يجي الكوميديان بصح من بين كل الادوار اللي درتيها وين تشوفي روحك عالاز اكثر ولا نحب جميع الادوار الكوميديا والدراما نظن باللي الممثل الجيد ماذا به يتقمص جميع الادوار الصعبه المركبه والكوميديا والدراما وبوكاطو صافا شويه واش من المشكل لو صار يعني بوليمي كبيره في لي ريزو سوسيو عليه والله شي حكايه ثاني هنايا لا بوك شغل حنا ما بعرفش الو بوكاطو وراكم اعطوني درامي الو بوكاطو واش الشي لو صار هذا خطا فادح من اي شركة إنتاج ولا منتج ولا أي مخرج يعيط الممثل ويقول لها روح تخدم معايا زعما نديروا نيميرو زيرو نتعاونوا ما كاش مشكل نظن باللي انا شخصيا درت قرار اي شخص يقول لي روحي ديري معايا نيميرو زيرو لازم دير لي كونترا كيفاش انايا الحكايه هذه قلتها ديجا وهضرت عليها ما نحبش نزيد نحكي يعيطوا لي يخدموا بيا هذاك النيميرو بعد يدوا هذاك العدد يدوروا به في القنوات ومن بعد يقول لي سامحيني لازم نحيك باسكو شغل اللاج تاعك ما يوالمش اللاج تاعي تاع البطل هما كي شافوا السلسله شافوها بحضورك فيها ومن بعد يبدلوني علاش تنحيني معليش انا كتنحيني ومعليش انا كشفتني كبيره عليك ومعليش كتجيب ممثله اخرى وحط اصلا الممثله اللي جابوها نحترمها واصلا قلتها والله زعما صراحه نحترمك ونحترم الاداء تاعك وهي ممثله جيده لكن الممثل يعني لازم تحترمه قدم له اعتذار ابسط الاشياء ويتفهم الامر حنا انا كي تهز التليفون تقولي فاطمه سامحيني وكذا 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 واش من الدور حاب نعرف واش من الدور اللي مثلتيه كان دور البطوله معاه الزوجه تاع المحامي ومن بعد نصيب روحي ما كانش معليش لو كان قلت لي وشكون كان كعباتو اسماء محجاب نقولها تحيه لكن انا اللي غاضبني ما كان لا اعتذار ومن بعد نعطيك تعويض ومن بعد ما تلاقيت حتى تعويض كي عاود تهضر قال لي خلينا من هذا التمهبيل كيفاش تهضري لي على التعويض ثم الممثل صح احنا في بلادنا محقور كي يهضر على حقه وكي يكون حقاني لازم يديروا عليه كروه بصح يعني كيعيطوا المنتجين ولا المخرجين ولا لي سيناريست لاي عمل
يكون الاختيار كما قلتي انت من نيميرو زيرو، ومن بعد علاش يعاودوا يغيروا؟ ما فهمتش هذا التغيير، شكون اللي يدخل فيه؟ سيناريست ولا القناه اللي تاخذ العمل ولا وشكون اللي يدخل في التغيير؟ ماشي قناه، انا من سابع المستحيل انه قناه، لانه هو اصلا قال لك ماشي القناه، خاطئ القناه. لكن انا نظن كل مره ديجا الكاستينغ احنا في بلادنا يندار واحد يعيط لحبيبه، واحد مع البيج صحبتها، كل واحد وكيفه. بعيدا عن بعض الناس اللي كي قالك محترمين صح الكاستينغ، لكن انا ما رانيش نقول بلي القناه اللي زعما لا، انا عطيتك احتمالات، انا قلت لك يا القناه يا المنتج يا المخرج يا السيناريست هو اللي عنده يد بالك ربما في انه يدخل في الشخصيات. لا لا حتى ولو يكون، معليش معليش سامحيني، حتى ولو المخرج اللي نحاني ولا المنتج ولا السيناريست اللي نحي، كاين حاجه انا هذه اللي غاضتني في بلادنا اصلا، الفنان مهمش وما عندوش حقه. علاش؟ لا لا مهمش حتى الاعلام، معليش والله غير كيما كنا نهضروا، ما نغلق القوس، نغلق الفنان مهمش ابسط شيء، وهو الفنان حساس، معليش قول له نعتذر راح نحيك نجيب شخص واحد اخر. قلت لي الفنان حساس. ايه حساس عندك، ايه حساس غاضتني. والحساس عندي النقار. يلا اذا كان عندنا اتصالات عندنا سينون ان ناخذوا نكملوا كلامنا، ولكن كاين اتصال. الو الو الو، مساء الخير. رمضان كريم. لاباس الحمد لله، وانت يا لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله يا ربي. رمضان كريم. رمضان يخليك، شكرا لك. شكون معنا ومن وين؟ الو هاجر. الو شكون معنا ومن وين؟ تفضلي. هاجر من بليدة. واش راك يا هاجر؟ اكيد دوخة. الحمد لله. هاجر راك تسمعي فينا في التلفزيون، اتصل التلفزيون بليز. باسكو ناقص وناقص. هاجر باسكو الا ما جاوبتيش علينا نبقاو. هاجر ومن بعد تدي نص ساعة سكات، ومن بعد ايه ومن بعد نعاودو. هاجر هاجر ركزي معانا. طاكو طاك كيستيون ريبونس. الو يا هاجر راكي تسمعي فينا؟ وي نسمع فيك. هاجر اليوم انا نحكو على القيم اللي دائما نكتسبوها من خلال بعد شهر رمضان الكريم، واش تقولي لنا انت؟ تعلمنا بزاف صالح من عنده كما يدلنا النظام في الطياب في اي حاجه. ايه جوستومون صح، كاين قيم تربويه دينيه في الطبخ، كاين بزاف صوالح مليح. شكرا. وانت واش من الحاجه اللي درتيها في رمضان من هذو القيم كامل؟ الطياب. ها؟ في الطياب. في الطياب تعلمتي؟ وي ايه. تعلمتي طيبي؟ شحال في عمرك هاجر؟ 16. 16 الله يبارك. والله ندير قيم حنا تاع الطبخ وكذا، حنا زدناها. هذا هو لي كونديسيون تاعو. هي ما كاش باش كاين تربويه وكاين دينيه والاخلاقيه وكذا. انا زدنا قيمه تاع الطبخ باسكو على جال وحده الله اعلم واش ندير. شكرا لك الوقت الكريم، ابقي معنا حتى اخر الحلقه ان شاء الله اسمك يكون من بين الفايزين. ان شاء الله يا ربي. كتبتو ما حرك اليوم العام هذا قدره ما حركتهاش. سالمني قدره ما حركتهاش. شتي كيفاه؟ ويهضروا على القيم ويهضروا على القيم والطبخ. إيه دوك انا يا راني هنايا في ميزك صح؟ طيب مليح؟ نطيب على ما نطيبش؟ صباح صنعاء. الله يبارك. شوف انا على بالي بلي طيب مليح وتزيد البقالات ولا تقلد الاسباط. ايوه نزيد. معليش نبداو نبداو بالطبخ ومن بعد نروحوا للاخرين. وين نطيب لك هنا؟ وين نطيب لك هنا؟ عطيني لاغوسات تاع الشوربه. تاع الشوربه؟ تاع الشوربه بالضبط. الشوربه واللي تحبي. هذه خطاتك بالوعر راهي. وشنو اللي تحبي؟ الشوربه فريك. احنا ما نديروش الشوربه فريك، نديروا الحريره. اعطيني العروسه تاع الحريره. يلا سيداتي والقوس. يلا سيداتي حنايا في الغرب بون الحريره حبيبتي، دوك نبدا نهضر كي هذوك تحب. حنا في الدار نحس روحي في الحوش تاعنا. بون نديروا كاع الخضره، حنا نديروا كامل الخضره، نديروا لي زيبيس تاعنا. لي زيبيس تاعنا ماشي كيما هنايا تاع مغنيه، هيا زعما بديت نتبشنا بهم. ندير راس الحانوت الحلو، كاين فرق بين راس الحانوت الحلو وراس الحانوت الحار اللي نديرو في النافسه في البركوكس. بصح راس الحانوت الحلو نديرو في الحريره. لي زيبيس كامل ابار على راس الحانوت هو الحلو اللي نديروه ماشي الحار.
ونديروا هذيك التيشه انتما هنا ما كانش التيشه وحدها ما تشبهش الفريك تشبهش تيشه المرمز ما تشبهش الفريك نخلطوها صبحوا لنا كيما عندنا عشاء راكم ضغطوا لنا ما كانش غلنا ديك واش داك انت يا تخلط فيها وتقول لا تعرفي ديجا انا كنحاول نقول لي التيشه لا ما كانش والله نحاول تقول ما كانش يديروها نديروها بشويه فرينه خلطوهم وحتى تتقال وكل بصحتك صاي مور طبق قلنا نهضروا على البقالات ومن بعد نروحوا لتقليد الاصوات وين الحصه هذه اللي تاع البقالات في قناه الحياه خابيه عطينا كاش بقاله في هذا الرمضان داكور خابيه عطينا شويه حطوا شويه كاش عطي واحد الرياض واحد ديا وبدا يبيع هو وحده ليها البقالات ندير للنساء امل عليها لا ما هو ما يديروش البقالات على الرجال لا البقالات اصلها اصلا للمراه القاعده تاع النسويه القاعده النسويه زمان انا خاطيني هاد السؤال لا زمان هي خاطيها عبرت بالجاوي وهذوك ومن انا عرفت هي تاع الجاوي لا قلت لك هذيك بشرتك بلا انا رد بالك خاطي معليش المشاهدات اللي عم يشوفوا فينا يعقدوا وديري لهم بقاله لهم ماشي حافظه بصح نقول لكم بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى الصحابه رضيت وعليكم يا العذرات هذه البقاله راني نويت فال يا فلفال يا فاتح سبع قفال اجبر لي سعدي وين ما كان من الشرق ولا من الغرب ولا من الشمال هذا واش نقول الله واش يديروا بالبقاله صغرته ولا مانيش عارفه يفتحوا هكذا تعجبني معلومه عن زغرت واش يديروا نسقسي ما نسقسوش ثاني انا خدمتي سقسي زيتي دا الموهبه رقم ثلاثه اللي هي تقليد الاصوات هي انا سمعتك ديجا كنت جستي مع الزميل قاده بن عمار كنت تعلي ديسانيمي القدم هذيك تاع سالي وماروكو ماروكو ثاني مش عبات لك عافاك ننسى هكا عمري صايم ولازم نشرب الماء غادي يصبروني عطينا هكذا كاش سيدة منشن أنا متعبة جدا لا أستطيع غسل الأواني اليوم نادا سالي كيف لا تستطيعين غسل الأواني نزيدك هيه بابا تليفون هيا أيها السنافر انظروا هاكا ربي غير جوال شخصيا لا هنا لا انا تي في بكري كي كنا نجيب ليكول على 11 ونص كانوا يديروها وهذه تعقلينها عمي ثالث ارجوك عمي ثالث لا تتركني وحيده ريمي حبالك هذه لا طوناليتي هذه قليله بك حتى في دوكا باش يديروا لا فوا اوف تاع تاع ما على بالي ماشي لي ديسانيمي تاع لي بوب تاع دراري صغار ايتو حبك باش تلقى تمغ دو فوا هذايا عندنا في الشروق زميلتنا نوال بوسبوله هي مقدمه للاخبار تندير دير اسمه قلال 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 بزاف تحياتنا لها قلال بزاف هاد مع الناس صح الدبلجه هنا تاع الرسوم المتحركه احنا ماذا بينا يفتحوا لنا كما نهتموا ثاني نديروا للاطفال دبلجه تاع الرسوم المتحركه احنا في الجزائر تري بيان يلا نحكوا شويه على الدراما الجزائريه الرمضانيه فلانسيو عندنا الوقت هذاك مازلت لنا نص ساعه حاله حتشوفي نستلموك اليوم قبل ما نقبل شويه على بنت البلاد اي راحوا المشاعر مشاعر في موسمه الثاني واش تقول انا والله انا دائما نقول لك هذا العام كانت قفزه نوعيه لجميع الاعمال سواء في الدراما او الكوميديا انا شفت بنت البلاد قلت لك عجبني بالذات فنيا تقنيا من نوعيه الكاستينج في السيناريو كلش عجبني فيه وفرحت بزاف كي شفت ممثلين جدد دخلوا واحسنوا في الاداء تاعهم باسكو هذو الناس اللي نجحوا من البدايه تاعهم يبقاو دائما اضافه لينا احنا في الوسط الفني كذلك حتى على مشاعر من جيت تحكي لي على مشاعر نلقاو تغير بزاف على الجزء الاول
كاين فيه جديد حتى في الاداء تاع الصهاره تلقى فيه تقدم شاسع جدا اللي نوجهوا لها التحيه. من جهه واش نزيدك في مشاعر انا عجبني صراحه المشاعر كذلك هذا العام وبنت البلاد بزاف بزاف بزاف. نقولوا البنت البلاد هو اللي كان يعني خضع الاغلبيه. لا لا صح لانه كذلك اهتم باللهجه الجزائريه لهجه الشرق وهذه حاجه مليحه الفنان يروج اللباس تاعو للهجه تاعو كذلك. اها تخي بيان وحتى انه ياخذ المنطقه اللي بالك احنا جينيرالمون المسلسلات الدراميه توجور توضع حيز انه العاصمه. نعم. والعائله العاصميه هذه عائله الشرق الشاويه تحياتنا للشاويه. اه 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 شغل تحس روحك راك في خنشله ولا في باتنا ولا عند الشاويه. الله الله. قولي لي كاين واحد زوج اعمال في دار احنا القناه التلفزيونيه الوطنيه ليام وسبع حجرات. يعني ليام وبان المسلسل كيفاش السيناريو كذا الممثلين ولكن سبع حجرات هذاك شويه يعني كان انتقاد كبير عليه. كان واحد البرنامج ينتقد كل البرامج اللي كاع لا 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 هذا برنامج سبيسيال تاع المنشار. وي يقطع في كاع البرامج اللي كاين. قول لنا المنشار شغال. هذا معروف كل سنه يدير برنامج خاص. يدير برنامج خاص يحط كاع البرامج ينتقدها على طريقته كمنتج وكسيناريست هو وكمخرج وكل حاجه الى حب كل الاشياء اللي فيها فن. هذا السبع حجرات شفتيه؟ هذاك وقيل اللي قال لهم سبع لعنات. ليه وقيل؟ السبع حجرات هذا المسلسل شفتيه ولا ما شفتيه؟ والله ما تبعتوش كامل رغم اني شفت يعني هكا بعض لقطات للممثلين تاع المسرح كيما حسين مختار مني بوعلام هكا ليديا العريني اللي نوجهوا لهم كامل التحيه هذو. حتى ولو كان السيناريو ضعيف لكن هذا الفنان تاع المسرح يعطي بالشخصيه تاعو بالاداء تاعو قيمه ويزيد صح في السيناريو لانه يعني صح الممثلين تاع المسرح ما راحش يؤدي هذاك الحوار لو كان ما يريبيتيش لو كان صح ما يحسش بالكلمه وكان ما يحسش كاع بالشخصيه تاعو ما راحش يقدم هذاك الاداء رغم اني ما شفتوش. من جهه العمل الثاني اللي قلت لي المسلسل ليان اللي دار ضجه كبيره صح منال مسعودي هذا نفس السيناريست اللي كتبت البنت البلاد. نفسي انا بنت البلاد اللي كنت ليام انا ما شفتش كامل لا لا صح هو مسلسل رغم اني كنت مبرمجه في هذا المسلسل في شخصيه ناديه لكن الا انه كنت مبرمج في شخصيه ناديه فكريني واش كان دورها ناديه دور صحفيه في ليام في مسلسل ليام لكن لضيق الوقت كان لازم يتقلص شويه السيناريو باش نلحقوا شهر رمضان لكن كان عندنا تعويض من شركه الانتاج الحمد لله عوضتنا هذه هي بصح المسلسل تاع ليام حاجه مليحه اللي كانت فيه كنزه مرسي من الغناء تروح لل صح كانت تمثيلها رائع في وهذه حاجه مليحه احنا شفناها في التمثيل كاين ناس ممكن انتقدتها سلبيا وكاين ناس تنتقدها ايجابيا رغم اني انا الشخصيه تاعها عجبتني تشوفها كاول مره مثلت قدمت هي بوخال مش اول مره هي ثاني مره هي لكن ما فاتش الكنزه سي ثاني مره ما فاتش تلك الايام ثاني مره احنا ما شفناهاش الجمهور شافها كاول مره هذه صح ورغم انه هذاك العامل اللي ما شفناش حتى الفريق التقني كان يشكرها ويقول صح كنزه عندها احساس وحنا شفنا غير اللقطات تاع لي بوندانونس اللي كانوا يجوزوا الى تيزر كان فريمون ميم هي كانت متوقعه داروا ثلاثه اعلانات ترويجيه صح اكزاكتومون انا عجبني دور هيفاء رحيم في الله وكذلك هيفاء رحيم هيفاء كانت رائعه دور صح تحسها باللي اكاديميه جدا ما شفتوش انا ما كانش عندنا وقت احنا رانا عينه صغيره من المشاهد الجزائري يعني تلمو كانت الاعمال كثيره وكبيره العام هذا ما لحقناش نشوفوا دونك ابخي رمضان ان شاء الله كل ما يخلص مسلسل واحد واحد كيما موالف باش نقدروا نشوفوهم كامل مش احنا في فقراتنا رامل رانا اوكيبي 100% يلا نروحوا رمضانيات نروح نشوفوا البسه العيد هكذا موفق البسه العيد الناس واش تقتني في العيد ولا حتى توجد انا دائما نلبس جديد كما قال لك اللي بيجيبه كل يوم عيد والحمد لله الناس اللي راهي تبعث لنا هيا نشوفوا رمضانيات وراجعين يعطيك العافيه I'm gonna make you mine.
الكرام، مساء الخير عليكم وصحة صوركم. أيام قليلة تفصلنا على عيد الفطر، والعائلات الجزائرية بدأت التحضيرات لهذه المناسبة. كما راكم تشوفوا العديد من العائلات ومن الآباء والأمهات بدأوا يشروا ملابس العيد لأبنائهم. احنا تنقلنا هنا إلى بعض المحلات في العاصمة باش نرصدوا آراء المواطنين وبالخصوص آراء الآباء والعائلات حول التحضيرات لعيد الفطر. تابعونا. بارك مدام، كاين يعني اقبال كبير بيان سور. العام اللي فات كان يعني ما كانش بزاف الاقبال كيما كيتوفي، كانوا يعني المحلات مغلوقه، ما كانوش قادرين الناس ميم با يخرجوا يشروا لاولادهم. وهذا العام الحمد لله. مساء الخير عليكم مدام، صحه فطورك. كيما على بالك راه متقاويه مات قليله قبل العيد. احكي لنا شكون بديتي تحضيراتك وبديتي تشري ملابس الاطفال؟ بيان سور اختي، رانا معاها، انا نخرجوا باش نبروفيتيو هكا باسكو مع الكوفغوفو هذيا لازم نخرج شويه بكري. ما انا معاها توجور لهنا هذيك. كيفاش عامل لو بخي هذا العام؟ صافا شويه، صافا ملاح خم نقولوا صافا شويه شويه. باسكو لي زونفو توجور حوايجهم يكونوا غاليين شويه، ماشي كيما الكرام. صحة رمضانكم، ينعاد عليكم بالخير. حسيتوا فجأة جا العيد. ياك انا في رمضان. مساء رمضان، رياضنا صايمين 23 يوم. هذا ما كان. مرحبا كل الناس اللي انضمت لنا الآن على قناة شروق، مازلنا متواصلين من خلال برنامجكم رمضان في الدار، مازالها حاضرة معنا فاطمة وضيفتنا الكريمة اللي كنا حنا نستقبلوها قبل شوية. راهي جاية. كنا هضرنا عليك قلنا لهم بلي حنا نتكلموا. وكاع حصلوها على بالك فيها، حصلوها باللي أنتيا هي فاطمة اللي ما جاتش. نرحبوا بالسيدة هدى مخلوفية، أخصائية نفسانية، باش نتكلموا مع بعض على الموضوع اللي هو القيم اللي دائما نستخلصوها واللي ندوها من خلال شهر رمضان. اذا اولا اعتذر على التاخر، خارج عن نطاق ده يعني. احنا رانا في الدار عادي عادي عادي. شكرا. الحاجه الثانيه يعني بسم الله الحمد لله صلى الله على رسول الله، احنا حبينا نحكوا على القيم النفسيه المستفاده من رمضان، لانه رمضان في حقيقته ماهوش فقط للصوم ولا للاكل وامور شعائريه ودينيه فقط، وانما هو امر عميق جدا ونلمس العمق تاعو باسقاط على مختلف النظريات النفسيه الحديثه، لانه اغلب النظريات النفسيه الحديثه تتجه نحو كما نقول
نقولوا الشعائريات والسلوكات الدينية التي يعني تسبب للروح نوع من السلام الداخلي والهدوء والراحة واستخراج هذه الطاقة السلبية. فأهم صفة ولا نقولوا أهم قيمة ومهارة نفسية اللي يعرفوها الكل في رمضان تعلموها هي الصبر، ولكن في محتواها النفسي نسموها هي تأجيل الرغبة وحسن إدارة الذات. تأجيل الرغبة بمعنى هذه الخاصية ولا نقولوا هذا الميكانيزم النفسي هو ميكانيزم ضروري جدا للتوازن النفسي تاع كل فرد. لما يختل نبداو ندخلوا في اضطرابات، ندخلوا في توتر، ندخلوا في صراعات مع الآخرين، يعني تصر على جاله أمور صعبة جدا وسلبية جدا. تأجيل الرغبة احنا نعرفوا في رمضان أنه الإنسان يأجل الرغبة تاع الأكل، يأجل الرغبة مختلف الرغبات اللي تجيه في اليوم تاعه من أجل يعني قيمة روحية سامية حطها في راسه فعنده أجر عليها. فهذاك الأجر زائد القيمة الروحية تخليه أنه ما نقولوش يكبت ولكن يتحكم في رغباته ويأجل إشباعها إلى وقت لاحق لما يكون في استطاعته. خبية هذه إذا قريناها من منظور يعني الديني والرباني يعني اللي فيها الجماعة تأثر أنه كي تشوف كاع الناس صايمين كاع الناس تدير الحاجة المليحة وكذا تولي تتأثر بهم. كاين ناس بزاف تقول لك الجماعة تأثر فيه في السلوك الإيجابي بعد رمضان يبقى فيه هذيك الرويحة يقول لك مازال تاع رمضان وبعد السنة يعاود كما نقول لك حليمة العادة القديمة. للأسف أنا راح نشير لنقطة أخرى هي تغيير العادات ولا تغيير السلوكات السلبية. حنا نعرفوا بزاف أفراد داروا شجاعة وتخلصوا من عادة التدخين، كاين بزاف يتخلصوا من الإدمان من يعني أمور سلبية كانوا يمارسوها قبل رمضان، فهو كان فرصة لهم بتشجيع المحيط الخارجي لأنه لما يشوف كما نقولوا إحنا العقل الجمعي كله متفق أنه يتبع قيم روحية معينة ويتبع سلوكات معينة فالإنسان يلقى روحه مجبر أنه يمشي مع هذاك التيار. لكن هذاك الإجبار لما تكون معه داخليا هذيك الرغبة وهذيك القيمة الروحية راح تساهم كما نقولوا إحنا وجود الفكرة مع الانفعال راح يساهم في ترسيخ السلوك. وعلميا لتغيير السلوك عندنا نحتاج 21 يوم بمعنى أنه الإنسان إحنا نعرفه أنه قبل رمضان عندنا أيام للصيام بعد رمضان أيضا عندنا أيام للصيام. فتخيلوا لو إحنا رمضان هو 30 يوم إذا جمعنا منه من راح يولوا 40 يوم لتغيير السلوك نحتاجه 21 يوم الأولى يعني لمحو السلوك القديم السلبي وإرساء السلوك الجديد، ونحتاجه 21 يوم ثانية من أجل أنه يصبح سلوك أوتوماتيكي. وش معناتها أوتوماتيكي؟ معناها يولي طبع فيا نولي نديره بلا ما ندير مجهود بلا ما نخمم فيه بلا ما ندير حسابات عادي. يولي هو العادي تاعي بالضبط. وهذه هي القيمة الرائعة أيضا الثانية اللي نحكوا عليها تاع رمضان هو أنه قادر أي إنسان ما كانش يقول لك أنا فيا طبيعة أنا مثلا مقلق أنا نزعف بالخف أنا ما نصبرش على هذه أنا والفت هذه. رمضان هو مثال حي ومثال يعني رائع أنه أي إنسان يدير معتقد في راسه وتكون عنده رغبة ويخدم لها يمارسها بمعنى يثبت عليها حتى 30 يوم وممكن يزيد من رمضان هذيك 6 أيام اللي نصموها يعني كنافلة فممكن هذه الفترة هذه راح توصلنا لنتيجة إيجابية رائعة. ديطاي هذا تاع 21 يوم أنا شخصيا ما كنتش نعرف كان ما من الخطر يفاجأنا الطبيب قالوا ال 21 يوم انه انا تبانت لي الضبخ الناس اللي كيكون عندها باغزومبل عاده سيئه التدخين ولا اي حاجه يقول لك 21 يوم هذه شويه ما كاش منها لا لا يقول لك موحد صح انت كي تهضري كوتي سيونتيفيك اللي في الجسم الانسان وكذا ولكن في النفسيه تاع الانسان تجي 21 يوم بصح هي مشجعه كي تشوفي باللي 21 يوم برك هذا ما كان خاطش الناس يقول لك مع الوقت ولازم لك وقت سنوات ومن 21 يوم انا ماشي 21 يوم فقط لازم رغبه وعمل معناها على بالي انا معاك الرغبه والعمل رغبه داخليه حقيقيه كاين ناس اللي عندها الرغبه ومستعده باش تعمل على خلع هذه العادات وعدم العادات ولكن تقول لك كي تكون تشوفي حاجه هكاك شغل ما عندكش وقت محدد ليها ولا ما عندكش ليميت تبان لك شويه صعيبه فهي ببساطه 21 يوم لانه اي سلوك راهو عندنا الان مهما كان العمر تاعنا هو عاده اكتسبناها عبر يعني مرور تجارب علينا لانه لما نزيدوا احنا اطفال ما عندنا حتى يعني معطيات اللي نمشوا بها في الحياه ولكن راح نبداو نتعلموا يعني. كله مكتسب من الاسره من المحيط من واش خلاو تجارب فينا يعني كاثار فالعقل يدير تراكمات ويمشي لك في اتجاه معين ولا يعطيك ميل معين تتجه به نحو سلوك معين فاحنا لما نحبوا نغيروا ببساطه عندنا 21 يوم لازم نثبتوا عليها ولازم تكون رغبه حقيقيه عميقه لانه بعض الناس عندهم رغبه هكا سطحيه ولكن داخل عندهم افكار واحده اخرى تدعم الرغبه السلبيه احنا نسموها المكتسبات الثانويه معناها مثلا عنده اضطراب هذاك الاضطراب راهو يخلي الناس تتعاطف معاه تهتم به يوفروا له امور فهذيك المكتسبات الثانويه تخلي عقله ما يسمحش الاضطراب بسهوله صح. فهو حاب يغير ولكن كاين حوايج في العقل الباطن ما يخدموا فهذا لازم يكون واضح صح لكن نستقبلوا مكالمات هاتفيه باش ما نخليهاش يستناو اكثر على مساء الخير
معلومه رمضان كريم. الله يسلمك. كل عام وانتم بخير. الله يخليك. شكرا لك. شكون معنا ومن وين؟ معكم سميه من ولايه المنديه. ثاني متصلة من المدية. ثاني متصلة من المدية. سمية بزاف وانا نعيط وانا نعيط. الحمد لله يا ربي كي حكيت معك. الحمد لله يا ربي نحكي معنا وحنا ثاني فرحانين بك. سمية تشاركينا في الموضوع، سمعتيه ولا لا؟ والله ما سمعتيش. حكينا على السلوكات الإيجابية اللي ربما يكتسبها المسلم ولا الصائم في شهر رمضان باش انه يتعلم بعد رمضان يزيد يكمل في هاد السلوكات الإيجابية. يعني مثلا الإنسان هكا في رمضان شوية سلبية مثلا هكا كان شوية يديرها، في رمضان يعني يتجنبها، ومثلا قراءة القرآن حاجة مليحة في رمضان كاين يكمل ثاني. انت يا واش من الحاجه المليحه اللي كل ما رمضان تكتسبيها وتزيدي تكملي طول السنه حتى يلحق عليك رمضان الجاي؟ ما كانش كل شيء حبس عند رمضان. قاط حطوا الديجونكتور. شكرا لك الاخت كريمه، بقاي معنا حتى اخر الحلقه ان شاء الله اسمك يكون من بين الفايزين. ياسمين هو يتفرج فينا واحد اسمه سبسوب لاول مره. تحياتنا ليه وللعائله. هو راه في الدار. أو في الدار. وحنا وين رانا؟ رانا في الدار. وبعد واش نديرو؟ وبعد نروحوا للدار. تخلينا مع ضيوف الدار اللي راهم عندنا. نعاودوا نرجعوا لفاطمه. فاطمه رانا نتكلموا على القيم وعلى هاد الصوالح اللي دائما نكتسبوهم ونتعودوا عليهم من خلال شهر رمضان ونروحوا. عندك حاجه هكا ما كنتيش ديريها ومن بعد كيوصل رمضان ديريها ومن بعد تكملي فيها في ديري له هذيك طاقة؟ أنا ما نديريلوش هكا. ديري له أه. أنا جبتني تاع 21 يوم اللي أنا صح هذا وين اكتشفتها وقالت لك لازم تكون فيها رغبة، وكذلك نظن باللي لازم هذا الإنسان باش يعود روحه على الحاجة هذه الإيجابية لازم تكون عنده إرادة قوية باش يروح من هذيك الحاجة اللي راه فيها. وصح أنا تبالي باللي 21 كافية باش واحد مثلا كما قالت لك تاع التدخين يروح، ولا مثلا الناس اللي تختم القرآن الله يبارك في القرآن ثاني لازم تكون عندهم إرادة قوية باش يختموه. كاين اللي شهر كامل ما يقدرش يقرأ، تما يعود روحه كل يوم يقرأ كل يوم يقرأ تما راه يختمه. صح. كل واحد وكيفاه. انت ما عندكش حاجة؟ لا كنت ندير لك كيما ما عنديش. هذا رمضان والله ما دعست كما قلت لك تما شهر كامل كملناه مع التورناج ما كانتش عندي. كل رمضان عندك هذا المشكل تاع التورناج؟ كل رمضان. كل رمضان. شفت الفنان شهر رمضان ما يقعدش بالك يبروفيتي يشوف العمل تاعو ديريكت مع العائلة. سي دوماج. ان شاء الله. أستاذة نعاودوا نرجعوا لك في نفس المرحلة هذه تاع 21 يوم قلنا باللي لازم عمل وقلنا باللي لازم الرغبة، ولكن كان المحيط من عندك وين ما يشجعكش باش تواصل وهذا مشكل كبير. وش لازم من الحال؟ فهنا لازم كما نقولوا لا مبالاة مع المحيط، لأنه لما نقولوا رغبة صعيبة جوستومون سي سان بروبليم تاع أغلب الناس الجزائريين ماهيش سهلة أكيد. بصح الإنسان كيكون يدير فعل عن وعي ويكون كما نقولوا سواء أنه يتابع مع مختص نفسي ولا راهو داخل في الأمر بعمق، هنا لازم يفصل بين هو رغبته الحقيقية الهدف اللي يحب يوصل له. هو هدف إيجابي راح يحقق له تغيير في حياته، راح يخليه يكون في نقلة نوعية، صفة راح يكتسبها، مهارة إيجابية راح تعود عليه بالنفع. فكل هذاك كما نقولوا الهضرة تاع المحيط ولا المثبطات الخارجيه لازم اولا يكون واعي بها، يعرف حقيقتها، لانه هنا اغلب الناس هي كما نقولوا تمثل ذاتها. فاي انسان راح يوجه لك انتقاد او يمثل افكاره يمثل ذاته يمثل هو واش عنده داخل راسه، ما واش يمثلك انت. انت قادر تخدم على نفسك وتكون حاجه واحده اخرى الاخر ما يتوقعهاش اصلا. فلما انت تبدا تحط الناس بعاد عليك تخلي روحك يعني محمي داخل دائره انت تخدم عليها وتعمل على تغيير نفسك الايجابي وتنيوغي المثبطات الخارجيه تكون واعي وتنيوغيها. فبدون وعي ما تقدرش هذه باش تخرج من هذا يعني الاتموسفير اللي ماشي مليح ما تدخلش في قوقعه ولكن تكون محيط مليح. فوالا تكون محيط وتكون وعي داخلي انه انت انسان قادر على التغيير. هاد الناس داو عليك صوره سلبيه لكن انت قادر تكون في نسخه افضل من اللي راك فيها. فلما نؤمن بهذا الشيء نخلي الناس هذيك تهضر وتعتقد عليا واش تحب، ما نسمعلهاش، ما نتاثرش بها، ما نتاثرش بالمثبطات الخارجيه، نركز على الهدف راني حاب نوصل نعمل عليه راح نوصل باذن الله. يعني العمل يقدر لا سامحيني يقدر حتى الانسان يغير المحيط تاعو ينحي الناس السلبيين من حياته يحتك بالناس الايجابيين لانه الناس السلبيين دائما يهبطوا لك المورال. خبيه تاثرتي انت يا فاطمه بهذه الحاجات بالك في حياتك ولا واش الجانب السلبي هذا المحيط السلبي؟ اكيد
انا بزاف تاثرت في البدايه، كنت نتاثر بتعليق سلبي باي حاجه يقولوها لي، نبقى نبكي وتغيظني الحال. من بعد تعودت، علاش انا يا الناس اي تعليق ياثر فيا؟ علاش انا يا هذا خير مني باش يقول لي كيما هكا؟ وليت عادي. هذه تدخل في الانانيه ولا الثقه الزايده النرجسيه ولا انه لا مبالاه هذيك؟ لا لا النرجسيه حاجه واحده اخرى، هذو كاع يعني حاجه واحده اخرى، هذه امور مبالغ فيها. انا الاعلى عندهم ميكانيزمات نفسيه مبالغ فيها، ما يصعبوش كاع من المحيط الخارجي ويشوفوا نفسهم هما اروع شيء وهما احسن شيء واكمل شيء، وهذا شيء غير انساني. فلا وجود الانسان الكامل بين قوسين. صح، ما ماركيتوهاش غير بديتي تهضري هاد الصفات دارت ليا. ما درتش ليك يا نفس طبعك طبعيت بلاتا نرجسي، انا اكثر نرجسيه منك الله، لا في المراه لك نرجسيه مشكل. لا لا النرجسيه فيها اذيه للاخرين، فيها امور سلبيه كثيره، يعني سلوك سلبي كثيرا وشخصيه سلبيه. لكن الانسان عموما كما قالت ما يتاثرش بالاخرين، ولكن ياخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات. هنا الفرق على النرجسيه، معناها ماشي نشوف روحي راني فور راني ماشي وهما على خطا وانا صحيح، ولكن ناخذ بعين الاعتبار من حيث اني نغير للايجابي. ماشي نيوغي كلش، ولكن نعمل على ذاتي من اجل انه نتفادى كل هذه الامور السلبيه ونحسن ما قدر ما استطعت، ونبقى بين قوسين لا وجود للكمال، ما كاش انسان كامل. معناتها قد ما نخدموا، قد ما عندنا صفات سلبيه، قد ما نعيشوا في الحياه، قد ما نعيشوا تجارب اكيد، والتجارب هذو هي مدرسه، هي اللي تخلينا نتعلموا نكونوا احسن من المره اللي فاتت، احسن من نفسنا العام اللي فات. وهذه هي يعني بين قوسين، احنا في رمضان نشوفوا الناس تبذل الخير، تساهم في التطوع، تولي عندها صفات ايجابيه رائعه، يولوا يسعفوا بعضهم يتسامحوا. احنا ماذا بينا انه هذه الصفات تكون في النفس الانسانيه، لانه الان مختلف العلاجات النفسيه، مختلف التوجهات الحديثه تاع النظريات تحث على انه الانسان يتسامح داخليا، يتحرر من هذه الارتباطات تاع الشحنات السلبيه مع الناس والصراعات مع الناس، يولي يدير فاصل بين ذاته وبين الاخرين. فهنا يعيش لذاته هذيك التجارب الايجابيه، يحاول يحسن علاقاته، وهذا هو اللي يخدم عليه رمضان. كيفاش اني كاين واحد الميكانيزم نفسي يسموه الاعلاء، كيفاش نكون انا في وضعيه نفسيه يعني عاليه فيها امور ايجابيه تخليني ما ندخلش في هذيك الصراعات السلبيه، ما نغلطش مع الناس، نتسامح نتجاوز. وهذا الامر ليس ضعفا ولكن كرما واحسانا مني. من كل هذا الشيء الايجابي، ولكن كاين في ناس تحاول انه شهر رمضان تبدع في العمل الشيء تبدع اكثر من رامز. رامز يا اخي غير في رمضان يبدا يدير في الشرط الكاميرا كاين عباد دايرين. وصلنا لختام الحلقه تاعنا النهار اليوم. اليوم راه معنا زوج ضيفات، عندنا شوفوا خمس متصلين، راح تخيروا لنا زوج ارقام، سته عندنا ولا خمسه، تخيروا لنا زوج ارقام، زوج ارقام بما لا 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 ماشي زوج ارقام، معليش زوج زوج ومن بعد الاخر ساهل. هاي خيري لي رقم من واحد لخمسه. من واحد لخمسه انا يعني ما قلت ليش سبعه. ثلاثه. رقم ثلاثه عطونا ثلاثه. شكرا أم عبد الرؤوف من بوسعادة، أول فائزة معنا بتصميم من تصاميم شيك دوريون، ألف مبروك. يلا زيدونا رقم واحد أول متصلة. أول متصل كمان حبيب من غليزان اللي أخذ معنا الباك تاع دباس، مبروك عليك. حقاير ربحوا ثلاثة وأنا إيه وأنا نقول لك وأنت تقول لي ومن بعد أنا عم بالي خمسة يبقى للهدية الأخرى نخيروا فيما بيناتهم. زيد لنا فاطمة. تبعد لنا فائز واحد. زيد لنا فاطمة. رقم خمسة. رقم خمسة راح نقولوا راه سمية من زية، مبروك عليك الهدية من عند فيلا ميزون. نقول لكم أنه الهدايا ديالكم كاين بزاف اللي راهي تقولنا وقتاش نجيو ندوهم، تبعث لنا على الخاص. قناة هي اللي راح تتصل بكم لأنه معلوماتها كلها راهي عندكم. سينو بعد رمضان حاولوا تتقربوا من عند يعني لو سياج برينسيبال تاع قناة الشروق باش تستلموا الهدايا ديالكم. حنا نقولوا للضيفات الكريمات اليوم الأستاذة رودا شكرا جزيلا لك. نتمنى يعني الناس تاخذ هذا رمضان كمدرسة وكدروس تستفيد منها لاحقا السنة والسنوات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. فاطمة نقول لكم شكرا على الاستضافة وشكرا لقناة الشروق، ونقول كامل الناس اللي يشوفوا فينا ما بقاش بزاف للعيد، كامل ان شاء الله نتسامحوا ونصفيوا قلوبنا. 2020 مازال خليني نخرج نوصل مليحه. وجايبين نتلاقى بكم انا وياسمين باذن الله غدا بحول الله. نوجه لكم تحيه وانا نقول لكم صحه فطوركم، غدوه الملقى. سلام.